بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يسرني كثيرا أن أنال بركة تقديم هذا الفيلم عن حياة القديس العظيم فيلوباتير مركوريوس أبيسيفين، الذي أنا مدين له بأمور كثيرة في حياتي، معترفا أني لم أسعى إليه بل هو الذي سعى إلي بمحبته وتضاعه، كما أظهر ذاته ومعجزاته لكثيرين في الداخل والخارج، وأصبح اسمه معروفا كشفيع قوي. تأسست له كنائس عديدة ليس فقط في مصر بل في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، وهكذا تحقق فيه قول الرب يسوع: من أضاع حياته من أجل يجدها. وأيضا الوعد الإلهي: أكرم الذين يكرمونني. هو من شهداء القرن الثالث الميلادي، نال إكليل الاستشهاد سنة 52 ميلادية وهو في سن 25 سنة، معطيا فكرة كيف ينقذ الإنسان أن يعيش فترة الشباب ليس فقط في نقاوة وطهارة، بل أيضا يقدم حياته ذبيحة حب على مذبح الاستشهاد، أمينا إلى الموت مستحقا إكليل الحياة. وهو مع باقي الشهداء يعطينا مثالا عمليا لمحبة الرب من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة من كل النفس، كان يقدم لنا اختبارا حيا لقول معلمنا بولس الرسول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ وكذلك قوله: هي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. هكذا لم يستطع المال ولا المنصب كرئيس أعلى للجيش ولا الشهرة ولا كل كنوز الإمبراطورية بل ولا كل أنواع العذاب التي احتملها بصبر وفرح، لن تستطع كل هذه الأمور أن تجعله ينكر إلهه الذي من أجله كان يمات كل النهار. في مثل هذه السيرة المقدسة ليتنا نسأل أنفسنا: أين نحن من هؤلاء؟ ما مقدار محبتنا لإلهنا الذي أحبنا قبلا وبذل ذاته عنا؟ هل لنا شهادة صادقة وسط العالم حسب وصيته: تكونون لي شهودا؟ ليتنا نتمثل بهذا القديس في شجاعته وهو يعترف مفتخرا أمام الإمبراطور وجميع عظمائه في المملكة: أنا مسيحي، اسمعوا جميعا، أنا مسيحي. أقولها ليس باللسان فقط بل بالعمل وشهادة الحياة. نكون بالحقيقة نورا للعالم وملحا للأرض، عظات صامتة، دروسا عملية، إنجيلا حيا معاشا. كل من يرى أعمالنا الحسنة يمجد أبانا القدوس الذي في السماوات. وقبل أن أترككم يا إخوتي للتمتع بهذه السيرة العطرة المقدسة التي لقديسنا المحبوب، أحب أن أشكر جميع الذين تعبوا في هذا العمل الكبير، راجيا من إلهنا أن يكون هذا الفيلم سبب بركة وخلاص لكثيرين. ببركة صلوات أبينا الطباو المكرم قداسة البابا شنود الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضا ببركة راهبات دير القديس أبي سيفين وهي مقدمتهن الأم الفاضلة تمار إريني رئيسة الدير، التي عمل بها الرب هذا العمل الجبار في تعمير الدير رهبانيا ومعماريا. بركة هذا القديس العظيم تكون معنا، ولربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. دار أنتون للصوتيات والمرئيات تقدم ثاني إنتاج درامي لها، قصة حياة الشهيد فيلوباتير مرقريوس أبي سيفين، عن كتاب سيرة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقريوس أبي سيفين وبمراجعة دير الشهيد، سيناريو وحوار سعيد يوسف، إخراج ماجد توفيق. أوه.
صباح الخير يا أمي العزيزة. صباح النور يا ندي. يعني ايه اتأخرتي في النوم النهاردة؟ أما كنت بحلم حتة حلم جميل النهاردة، ولولا دوشة كاسيوس ما كنتش عايزة أصحى منه أبدا. لازم كنت بتفكري في عريس جميل. عريس؟ عريس ايه يا أمي بس؟ يا سلام، ده انت عريسك لازم يكون جميل زي الآلهة. هو في كام ليديا في قيصرية؟ صدقيني يا أمي أنا عمري ما خطر على بالي اللي انت بتفكري فيه ده. يعني عايزة تفهميني إن في بنت في سنك ده ما بتفكرش في الجواز؟ طب ايه رأيك إن شفت نفسي لابسة أبيض فأبيض وطايرة في الهواء زي الحمام؟ ما هو ده بقى يا حبيبتي طب الفرح. طولي بالك يا أمي بس أما أحكيهولك. سيدتي الفطار جاهز. أحط كده دايما يا كاسيوس، قطعت عليا الحلم الجميل وقطعت على أمي سماعه. خلاص بقى يا حبيبتي روحي افطري وبعدين اسمع منك الحلم الجميل ده. استني يا كاسيوس انا عايزاك. الورقه دي مكتوب فيها كل اسامي المزارعين اللي ما دفعوش الايجار الشهر ده. انا عايزاك تروح لهم وتقول لهم طبعا اذا ما دفعوش هم عارفين كويس هيجرى لهم ايه. خد. سيدتي غير انا مش شايفه مش شايفة. ليديا هي الدنيا ضربة ولا ايه؟ انا مش شايفة. كاسيوس كاسيوس اهدي يا سيدتي اهدي. سيدتي ليديا الحقينا. في ايه يا امي حصل ايه؟ انا مش شايفة مش شايفة يا ليديا. نور عينيا راح انا تعبان. ما تقوليش كده يا امي. ليديا ليديا روحي بسرعة هاتي الآلهة. أنا عارفة ده اللي بسببه ده كله غضب الآلهة. روحي يا ليديا هاتي البخور الهواء هاتي البخور. يا سيدي وربي يسوع المسيح نور يا رب قلب سيدي وسيدتي فيرينيا وسيدتي ليديا بنور الإيمان. أيتها الآلهة العظيمة اشفيني رجعيني نور عليا وانا اقدم لك الذبايح سنه كامله. اهدي يا امي انا بعتت كاسيوس عشان ينده والدي. اظهر قوتك يا رب واشفيها بايدك انت عشان يعرف الكل انك الاله الحقيقي. السلام لك ايها الرجل الصالح. السلام والفرح يا سيدي. قم واعمل معي اليوم من واحد وسأعطيك أجرك. يا سيدي أنا معرفكش. أنت باين عليه غريب عن المدينة. إزاي أشتغل معاك وأنا عبد لصاحب البيت ده؟ اسمع أيها المحب للإله، إن جسدي في هذه المدينة وسوف تبنى فيها كنيسة باسمي، فعندما يبدأ النهار خذ آلة حفرك وسر إلى البيت المهدم هناك واحفر تحت الحائط القبلي، فستجد جسدي موضوع هناك ملفوف بثوب أبيض. أنا يا سيدي؟ نعم أنت. والآن سأعرفك من أنا. اسمي فيلوباتير ماركوريوس أبي سيفيني، روماني الجنس، ولدت عام 225 ميلادية. كسروا شعاع النور فعليا نورك
انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، حتى ان قامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور في عليا، نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكة ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور فعليا، نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكة ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور فعليا، نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكة ايديا، مهما دقت من العذاب بلقى قلبي في حبك دان، مهما دقت من العذاب بلقى قلبي في حبك دان، وان ضعفت انت تقوي وترجع هدفي لو غاب، ولا صوتك بيناديني اسمعي قوي يميني، ولا صوتك بيناديني اسمعي قوي يميني، والاسف تاني في ايديا، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب. جميل مش كده؟ الله ده شبه الآلهة بالظبط. شكرا شكرا. ونويتوا بقى تسموه ايه؟ الحقيقة مش انا اللي هسميه، اللي هيسميه جده، هو جده زمانه جاي اهو، جه هناك هو اللي هيسميه. فين حفيدي؟ حفيدي اهو. ودي هديتك، هديتك يا حبيبي 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 حبيبي. احنا نشكر الآلهة انها وهبتنا طفل، طفل حلو زي شبهي بالظبط. ويا ترى هتسميه يا والدي؟ هسميه فيلوباتير. فيلوباتير؟ فيلوباتير يعني حبيب ابوه. انا عمري عمري في حياتي من يوم ما اتولدت ما شربت زي ما شربت النهارده. فرحان يا والدي؟ فرحان؟ ايه اللي فرحان؟ ده انا فرحان قوي قوي عشان الالهه وهبتنا طفل، طفل جميل حفيدي يا حبيبي. وطلع شبهي وبيحمل اسمي قبل ما اموت. العمر الطويل ليك يا والدي، شكرا للآلهة. اسمع يا ابني، حضر نفسك عشان احنا بكره هنطلع نصطاد، وكل اللي احنا هنصطاده
هنقدمه للآلهة في المعبد الشرقي. وأنا بيتهيألي إن أنا هصطاد للواد حفيدي اتقالي إن أنا هصطاد له غزلتين بسهم واحد. أنت بتلعب في ودنك ليه؟ ولا حاجة يا ولد. عشان أنا أحسن واحد بيصطاد بسهم واحد. أمرك يا ولد. وما تنساش تتمم على سهامك وسيوفك ورماحك وخيولك. خيولك بالذات لازم تتمم عليها. تقلقش يا والدي، كل شيء هيكون جاهز. وما تنساش كمان تماثيل الآلهة. اطمئن يا والدي. ايوه كده كويس. وما تنساش تبص لي حفيدي. الصبح بدري تبعت لي العبد الاسود هو اللي يصحيني. وياك تبعت لي الثاني ابو وش احمر ده عشان انا مش بحبه بتشائم. انت سامعني؟ اطمئن يا والدي. طيب عشان بتشائم لما بشوفه. لا اطمئن. طيب ما تتأخرش علينا. وانا اقدر اتأخر عليكي وعلى فلوباتير؟ سيدي جورديانوس. نعم خير. سيدي الكبير في انتظارك. حاضر. اسمع من ياس، طول فترة غيابي مش عايز عينيك تبعد عني. مش عايز اي شكوى. انا روحي فداهم يا سيدي. انا بتطمن. تروح وترجع لنا بالسلامة. رعاتك الالهة يا سيدي. انا بيتهيألي ان المكان ده ملغم بالغزلان. لا لا لا، انا يتهيألي المكان ده كان مرعى للبقر الوحشي. لا ده متلغم بالغزلان لان انا وانا صغير قبل انت ما تتولد انا كنت باجي اصطاد هنا. اهو ايه مالك انت بتقرش في ودنك ليه؟ كنت باجي اصطاد هنا اهو اشوف الغزاله من دول المحها. انا المح بس الغزاله وبالسهم بتاعي ده يروح طالع الغزاله تجري والسهم يجري وراها. غزاله تجري السهم يجري وراها. يطلع من دي يخش في دي. يطلع من دي يخش في دي. يطلع من دي يخش في دي لغايه اما يخلص على القطيع كله. كل انت بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، السهم يخلص على القطيع ويرجع لي انا تاني. اهو هو ده السهم، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. اه بتتكلم ازاي؟ ده انتوا جيل تعبان. انت ايه بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا 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 تعباني شويه. اه سلامتك. سيدي ها؟ ايوه نصبنا الشباك. كويس ان كنتوا نصبتوا الشباك. يلا بينا عشان نراقب الشباك. يلا انت بتقرش في ودنك كده ليه؟ انت يا ابني حطيتوا الاجراس؟ كل شيء تمام يا سيدي. طيب ادخل بقى هات لي السيف بتاعي عشان انا مبسوط منك. امرك يا سيدي. ادخل اصل انا احب اصطاد بالسيف، ما احبش اصطاد بالسهم عشان السهم ده وحش مش بيعمل حاجه. انا هشتغل بالرمح. لا انا بقى هشتغل بالسيف. خلاص اشتغل بالسيف. انت بتاخدني على قد عقلي؟ يا اله الصيد العظيم احسن صيدنا لنقدمه ضحيه لك يا اله الصيد العظيم. يلا عشان اسندك. قوم انت تعبان، ده انتوا جيل تعبان. يلا you
جورديانوس، يقول لك الرب يسوع المسيح: أنا هو الرب الذي أحبك، خالق السماء والأرض والبحار وكل ما فيها. أنا عارف أعمالك واستقامة قلبك، لهذا أعلمك إني أبغض عبادة الأوثان مصنوعات الأيادي، وإني أخبرك أن نسلك ولدك يكون مثل حجر الجوهر الذي يضيء بالنهار والليل، وبسببه تتبارك أنت وزوجتك، لأني وهبته لا أن يؤمن بي فقط بل أن يتألم من أجل اسمي. سيدي سيدي أنت بخير؟ شكر للآلهة. سيدي سيدي مش عارف، مش عارف إذا كنا نعزيك ولا نهنيك يا سيدي. ما تبكيش يا سارس، كان لازم يحصل كده. الله خالق السماء والأرض أراد عشان يفتح علي عن حاجات كتيرة كانت غايبة عني. شكرا للرب، شكرا للرب، شكرا للرب. يظهر إن الخضة أثرت عليه. فين والدي؟ وحش كبير ظهر وخطفه واختفى. اسمعوا، لموا أدواتكم، هنرجع ونرحل. أمرك يا سيدي، بس يا ريت نسجد الآلهة اللي أنقذتك. آلهة إيه يا ابني؟ دي شوية أوثان صنعناها بإيدينا، لكن الإله الحقيقي ساكن في السماء، صانع الكون، خالق الناس كلها. هنرجع، يلا نرجع. ده اللي حصل. لساعة ما سيبنا البلد ودخلنا مقاطعة سكيتوس نص الغابة. في ايه مالك؟ انت كمان بتشك فيا زي ما العبيد شكوا فيا وافتكروني اتجننت؟ لا ابدا، اصل انا كمان سمعت الصوت اللي انت سمعته في الغابة، وكلام اللي انت قلت انه حصل انا سمعته، والشخص اللي كلمني طمني عليك، وانا دلوقتي بس امنت ان النعمة اللي احنا نلناها بسبب اله المسيحيين، الاله الحقيقي. كوريانوس، قم الآن وخذ امرأتك وابنك واذهب إلى أسقف المدينة وأعلن إيمانك ليتم عبادك لتنال أنت وعائلتك نعمة الرب. من النهاردة يا جورديانوس، بعد ما نلت نعمة المعمودية وتناولت أنت وعائلتك من الأسرار المقدسة باسمك نوح، وده الاسم اللي انا عمدتك بيه، اما انت فسفينه، اما فيلوباتير فانا عمدته باسم فيلوباتير. دوموا على الاعتراف والتناول والصلاه. انا عارف ان فيلوباتير معناه حبيب ابوه السماوي، لكن ايه معنى نوح وسفينه؟ نوح يا ابني نبي من انبياء الله، بيه وبولاده وبزوجته تاسس العالم. بعد الله ما أعلن غضبه على شرور الإنسان ونزل الطوفان واتفتحت طاقات السماء 40 يوم و40 ليلة. أما السفينة فهي سفينة النجاة، ودي رمز للكنيسة المنتصرة. ضعوا أمامكم المحبة في كل تعاملاتكم، حتى مع عبدة الأوثان. حبوا كل الناس حسب وصية سيدنا وربنا يسوع المسيح. يعني إيه الذبايح ناقصة؟ ايه خلاص خلصت يا مولاي؟ الصياد المسؤول عن الذبائح اعتنق المسيحيه. ها، صياد الذبائح اعتنق المسيحيه، شيء جميل. انتم اكيد اتجننتم يا مولاي، الاشاعات ماليه المدينه كلها. يعني قصدك تقول ان الراجل ده فضل المسيحيه عن تجارته الرابحه؟ يا مولاي، الجماعه دول يفضلوا يموتوا من الجوع على انهم ينكروا المصلوب. المصلوب دايما، المصلوب المصلوب. وانتم فايدتكم ايه؟ ها، مش قادرين تجبروهم على ترك العقيده دي؟ يا مولاي، العقيده دي عقيده سحريه ليها طقوسها وطلاسمها، واحنا رجال حرب مش رجال سحر. رجال حرب، هو ده اللي انا دايما باخده منكم، رجال حرب، رجال حرب.
رجال حرب تحاربوهم. اسمع، انت تذهب دلوقتي فورا وتجيب لي متعهد الصيد ده هنا حالا، مفهوم؟ امر مولاي. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني، وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء. أنت لسه ما نمتش؟ كنت بصلي في اللوبيتير نام. أيوة. وأنت ما نمتيش ليه؟ الحقيقة أنا قلقانة. من إيه؟ من أصحابك اللي زاروك الصبح. خايفة ليوصل للوالي خبر إيماني بالمسيح؟ ما تخافيش، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. والأسبوع اللي فات اشتريت نمر أفريقي من أشرس أنواع النمور. أعتقد يا مولاي ده اللي بيطلقوا عليه اسم الببر. لا يا عزيزي، الببر ده من فصيلة تانية. لكن إيه؟ مولاي. إيه؟ في إيه؟ جورديانوس يا سيد الوالي. ماله؟ قبضنا عليهم منتظرين أمرك. هاتوه هنا. ومين جورديانوس ده؟ ده أعظم صياد وحوش ومورد حيوانات هنا في الولاية. طب قبضوا عليه ليه؟ أكيد غشاش. أبدا، لا غشاش ولا حرامي، إنما اعتنق المسيحية. وإيه اللي يخلي صياد وحوش يعتنق المسيحية؟ أنا سمعت إن معظم تلاميذ معلمهم كانوا صيادين فعلا، لكن كانوا صيادين سمك مش وحوش. ما تفرقش. سيدي الوالي، الأسير جورديانوس يا مولاي. ايه يا جورديانوس اللي سمعته دوت؟ خير يا مولاي. مولاك؟ مولاك ايه بقى؟ ما خلاص بقالك ملك غيري. دينا جناب الوالي بيدعونا لطاعة الملوك والأمراء والرؤساء، ومش بس كده، والصلاة من أجلهم. وبتصلوا لمين بقى؟ للرب. أي رب؟ المصلوب؟ النجار؟ تصوروا يا جماعة إن رب الجماعة دولة نجار، اتهم وحكم عليه وصلبوه كمان. يا سيدي الوالي، أنا ما بنكرش إن إلهي وسيدي يسوع المسيح. ماله؟ كان نجار وكان فقير وصلب على خشبة. كل المعلومات اللي انتوا قلتوها عنه حقيقية، ولكن اللي انتوا ما تعرفوهوش ليه اتولد فقير وليه صلب ومات على الصليب. نفسي أعرف ليه إله يتولد فقير؟ عشان يعلمنا التواضع أيتها الأميرة. التواضع؟ التواضع. وإيه مسألة الصلب دي؟ مسألة الصلب مسألة فداء. فداء مين؟ فداء البشر، كل البشر. يفديهم بإيه؟ وليه؟ أظن يا سيدي مهما كانت الديانة اللي بتدين بيها الخلق صفة الآلهة. من هنا حبدأ معك الحوار. عندما خلق الله الإنسان على صورته ومثاله وضعه في جنة عدن وأمره أن يأكل من جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة. ها كمل لما نشوف آخرتها. لكن الشيطان أغرى المرأة. لا ده أنت زودتها قوي. أرجوكي، ها كمل. أغرى المرأة بإيه؟ بأن تأكل وتعطي رجلها من هذه الشجرة. عملية تمرد يعني؟ بل عصيان يا سيدي الوالي. هي فعلا عملية عصيان لما الإمبراطور يقرر عدم اعتناق المسيحية ويحرم هذا الدين، ويجي واحد زيك انت يعتنقه. تسمي ده ايه؟ سيدي الوالي انا عصيان، مش كده؟ انت حكمت على نفسك يا جورديانوس بالعصيان، وانت عارف حكم العصيان كويس. يقبض على عائلة هذا الرجل وتلقى معه في السجن حتى الموت. ياه، الليل جميل قوي، بيوحي بأجمل عبارات الحب. أكيد
أكيد إن الإلهة ديانا فردت ثوبها الأزرق على الكون. إيه؟ مالك يا مولاي؟ ها؟ لا مفيش. مفيش إزاي؟ أنت مش معايا خالص. تفتكر إزاي واحد زي جوريديانوس يرضى إنه يتقبض عليه هو وعائلته ويترمي في السجن؟ مش بس كده، لا، تتصادر كل أمواله علشان دين الناصري؟ يا مولاي ما تشغلش بالك بالجماعة دول، شايف الجو الجميل ده؟ لابد إن الدين ده في حاجة بتخليهم يضحوا بكل شيء من أجله. إيه ده؟ في حاجة يا مولاي؟ أنتي مش سامعة حاجة؟ اسمعي كده. مش سامعة غير صوت خرير المياه. لا لا لا، أنا قصدي صوت الغنى، في صوت جميل بيغني. يا مولاي ده صوت قلبي وقلبك، صوت الليل اللي احنا فيه هو اللي بيصور لك انك بتسمع الموسيقى والغنى ده. انا بقى كده اطمنت انك فعلا بتحبني. انا بتكلم جد، اسمعي الصوت ده جاي من هنا، من ناحية معسكر الجنود. اه فعلا، مش قلتلك ده الصوت ده جاي من ناحية السجن. معقولة؟ معقولة المساجين بتغني؟ تعالي تعالي نشوف في ايه. مولاي الوالي، ايه في ايه يا عم؟ جوردانوس وعائلته في السجن يا مولاي. ايه عاملين حفلة؟ من وقت ما قبضنا عليهم وهم عمالين يغنوا على جد ليا، والناس اللي حواليهم عمالين يغنوا معاهم. وين؟ ما عرفتوش يسكتوهم؟ كل ما نيجي نهرب منهم رجلينا تتسمر مكانها يا مولاي. ايه النور ده؟ اه صحيح، ايه النور ده؟ ده زي ما يكون في واحد معاهم بيحرسهم وبينورهم. تصفح عني يا مولاي. سبق وقلت لجلالتك ان ديننا امرنا بطاعه الملوك والامراء والرؤساء والولاء ليهم. صدقني مولاي، احنا المسيحيين بنحب كل الناس، ما نكرهش حد ابدا. ده اللي انا حسيته واخبرت بيه. جوردانوس، انا هعوضك عن كل ما لحق بك من اهانات، وده تم بالفعل. اقرأ ما كتبت. أمرنا نحن والي سكيتوس بتولية جوردانوس على المقاطعة الشمالية وخلع لقب أمير عليه هو وعائلته ورد جميع أمواله وأملاكه وعبيده وتقديم وافر الاحترام لهم من رعيته وجنوده واعتباره ممثلا شخصيا لي في المقاطعة. امضاء والي سكيتوس العظيم. يا مولاي انا اشكرك على كرمك، ولكن انا عايز تصحيح بسيط. تصحيح ايه؟ نعم اذا سمح مولاي.
اسمع اتكلم. التصحيح في الاسم فقط. انا اخطأت في اسمك؟ لا مولاي، جورديانوس ده اسم القديم، ولكن بعد ايماني اصبح اسم نوح. هذا افضل لكي ينسى الشعب اسم جورديانوس. صحح الاسم. في شيء بيني وبينك مش هذكره في الوثيقة، وهو أن لك أن تعبد إلهك أنت وعائلتك كيفما شئت. يا والدي عاوز أسأل سؤال. قول يا فلوباتي. صحيح بيتحول الخبز والقمح في القداس لجسد الرب ودمه؟ ايوه يا ابني، ده سر من اسرار الكنيسه اللي اسسه الرب يوم خميس العهد. فاكر الرب قال ايه؟ اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال خذوا كله هذا هو جسدي. ثم اخذ الكاس وشكر وبارك واعطاهم فشربوا منها كلهم، ثم قال لهم هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين. ده سر عظيم من أسرار الكنيسة. عارف عددهم كام يا فلوباتير؟ أيوة 7 أسرى. سيد الأمير فلوباتير، صديقك الأمير روسوس ينتظرك بالحديقة. اسمح لي يا والدي. تفضل. هات شوف تعالى وراي. حاضر يا سيدي. عايز تتمرنوا كويس عشان لما تكبروا تمسكوا ده. عظيم عظيم جدا يا فلوباتير. بس هو خدني على اخواني. اثناء المبارزه لابد انك انت تكون منتبه لكل حركات خصمك. كفايه شرب بقى، انا عمري ما شفتك بتسكر بالشكل ده. ولسه ياما هنشرب. قصدك ايه؟ الشيء اللي مجنني اني انا بونتيوس بافيوس قائد جيوش المقاطعه دي كلها، والوحيد اللي يستحق انه يحكم الولاية كلها، ويستبعدني الوالي ويجي الامير نوح يعينه بدالي انا. سيد القائد اهدى، مش كده. تفتكر بذمتك انت تفتكر انه اكفأ مني؟ ها انت كفاية شرب بقى، انت كده بتضر نفسك. نفسي اعرف الوالي ليه عمل كده، ومين هو مين هو الأمير نوح ده عشان يعينه مكاني في المنصب اللي كافحت طول عمري عشانه طول عمري؟ أنا بكرهه. طب اهدى انت سكران، قوم ارتاح. نفسي ارتاح. رسالة من الوالي يا مولاي. الوالي بيأمرنا بالتوجه فورا للبربر ومحاربتهم حتى النصر. هبوط! فلنشكر الرب على انتصارنا على البربر.
وأشكركم جميعا على ما أظهرتموه من بسالة ونضال أثناء المعركة. والآن فلنستعد جميعا للعودة إلى الأهل والأحباب. وطبعا المجد ده هيتنسب له. وأكيد الوالي هيعليه. يبقى حانت اللحظة المناسبة واحنا كلنا معاك. أكد على رجالتك. حصل. لازم الأمير نوع يموت. لازم أقطع عليه هو وجنوده وتولى على المقاطعة. تؤمر بحاجة تانية؟ أيوة، الخطة اتغيرت. إزاي؟ إحنا مش هنهجم عليه هو في خيمته، إنما أوعز الشيطان لبونتوس أن يراقب هو وفرقته جورديانوس وجنوده ليقتلوه، وذلك لحقدهم عليه لانتصاره على البربر. لكن الله خلصه من يد بونتوس، ولكنه وقع في يد ملك البربر. ازاي ده حصل؟ كمين من البربر يا مولاي قضى عليه هو وجنوده انتقاما لهزيمتهم. وانتوا كنتوا فين؟ للاسف يا مولاي، على ما وصلنا لميدان المعركة كان الأمير نوح وكل جنوده قضي عليهم. أبلغ الأميرة سفينة زوجته بالخبر، وتولى أنت حكم المقاطعة على ألا تمس عائلته بسوء. أنا بحذرك، بلغها عزائي. أمرك يا مولاي. فلترحم الآلهة روح الأمير نوح. دي أكبر فرصة ليا إني أستولى على قلب الأميرة سفينة وأتجوزها. إلهي وسيدي يسوع المسيح، لقد كنت دائما بجانبي، نصرتني في الحرب على البربر. أنا أعلم أنك لن تتركني ولن تسلمني يد أعدائي، لأني أثق من رحمك وأعلم أن هذا الذي حدث هو من حقد البشر، من حقد الشيطان. نجني يا رب، نجني وأعني، نجني يا رب من هذا أعدائي. لقد سمع الرب لصوت صلاتك وأرسلني كي يطمئن قلبك أن الرب يسوع المسيح إلهك لن يتركك وسوف ينجيك. افتحوا الباب، فكوا القيود. انت مين يا راجل انت؟ ومين الراجل اللي كان منور معاك في السجن ده؟ ده ملاك أرسلها الرب ليحميني. يحميك؟ تعال معايا اما تشوف حكايتك ايه وحكايه الملاك بتاعك. تعال. تخاف لاني معك. القائد بونتوس. مولاتي الاميره، يبلغك الوالي العظيم بوفاه زوجك في ساحه الشرف، ويرسل لك تعزيه، ويبلغك ايضا يا مولاتي العظيمه أن جميع حقوقكم وألقابكم لن يمسها إنسان، إكراما لذكرى زوجك الأمير نوح الشجاع. مولاتي،
شوف يا عم نوح، انت النهارده ضيفي، يعني انت معزز مكرم، والقصر كله القصر كله تحت امرك، خد راحتك على الاخر. عايز اقول لك حاجه كمان، العبيد دول كلهم تحت امرك. يعني تعتبر ان هم رجالتك. كشوار يعني انت هنا راجل ايه؟ معزز مكرم. كل اللي حواليك دول كلهم نحاول كلهم بقى ايه؟ يكونوا عفنتم. خدت بالك؟ وكل شيء تطلبه اي شيء مجاب. شكرا ايها الملك. عظيمه هي وعودك يا رب. سيدة السفينه، في ايه يا كلوديوس؟ لو سمحت عايزه اكلمك في حاجه مهمه. في ايه؟ في حاجه حصلت لفلوباتير؟ لا يا لا، فلوباتير بخير الحمد لله. امال في ايه قلقتني؟ الوالي يا مولاتي في الطريق ليك عشان ياخدك لقصره. ليه؟ انا ما اشتكتش. وانت عرفت ازاي؟ سمعت يا مولاتي. سمعت ايه؟ قول بسرعه. سمعت انه عايز يرفعك جنبه على كرسي الولايه. يعني ايه؟ عايز يتجوزك يا مولاتي. وهو فين دلوقتي؟ في نص الطريق تقريبا، وهيوصل مع دخول الليل. يبقى لازم نتصرف بسرعه. اشكرك يا كلوديوس، لازم نشوف اي طريقه للهرب. انا جهزت كل حاجه يا مولاتي، يا ريت تاخدي كل حاجه من ذهب وجوهرات، اي حاجه تحتاجيها في غرفتك حالا. وعندما حضر الوالي الى قصر نوح لم يجد سفينه وابنها، وابلغه الخادم الامين انها في ايامها الاخيره قد حطمها الحزن على فراق زوجها الامير نوح، فقررت ترك القصر، ولا أحد يعلم مكانها. فما كان من الوالي إلا أنه تأسف عليها وعلى ما أصابها. سيدي الملك، الأمير نوح على الباب. سيدي الملك، أطال الله في عمرك. تعال جنب هنا يا أمير نوح، تعال جنب. أبقاك الله لشعبك أيها الملك. إيه يا أمير نوح؟ تعال جنب الأكل. نعم يا سيدي. اتكلم يا سامح، قول. سيدي الملك، أنا بقالي سنة وخمس أشهر في ضيافة الملك العظيم، واشتقت لزوجتي وابني. ولو ما تكملش يا امير نوح، انا فهمت انت عايز تقول ايه، لا كما تريد، ولو ان ده هيحرمني من وجودك جنبي. ارجو ان مولاي يسمح لي بتبديل الملابس دي والبس ملابس العسكريه لحسن ما يعرفونيش. ده اللي حصل لي يا ابانا، وهي دي حكايتي. وانت قاعده فين دلوقتي يا بنتي؟ في فندق الغرب. ده اللي قرب النهر؟ ايوه يا ابانا. يا ريت يا ابانا ابقى من شعبك وتقبل تاخد اعترافاتي انا وفلوباتير. ان شاء الله يا بنتي، ربنا دبر امورك. المفاجاه اسلجت صدري يا امير نوح. انا كمان كنت مشتاق لرؤيه جنابك ايها الوالي العظيم، لكن زوجتي وابني حصل لهم ايه؟ يا امير نوح، زي ما قلت لك بالظبط، هو ده اللي حصل. الخدم بيقولوا ان صحتها تعبت في الايام الاخيره، وحالتها النفسيه كانت صعبه جدا، ومحدش يعرف يا ترى هي راحت فين، ولا الامير فيلوباتير راح فين. لا لا يا امير نوح، مين عارف؟ مش يمكن لو عرفت انك لسه على قيد الحياه ترجع لك؟ يا مولاي اسمع يا امير نوح، انا طبعا عارف
ان انت السبب في انتصارنا على البربر، لكن ارجو انك تكفلني. في غيابك يا امير نوح كان لازم يكون في حد موجود والي على المقاطعه، وانا عرفت يا مولاي، وربنا يسامح الجميع. يا امير نوح، انا هوليك على مقاطعه على حدود بلاد الروم، ايه رايك؟ اللي يؤمر بيه مولاي. ومرت السنين، اصبح فيها قديسنا شابا يافعا. لقد احسنت امه سفينه تربيته التربيه الدينيه الصالحه. سيدي يسوع المسيح، اعني على خدمتك، وضع في قلبي محبتك، واجعلني من قطيع، ولا تسلمني لمؤامرات الشيطان ولا لإغراءات عدو الخير التي يزينها للشباب في مثل سني. وارحمنا، وارحم روح والدي نوح، وحافظ على أمي سفينة، فأنت ربي وإلهي ومخلصي. واسمعني يا سيدي حينما أقول لك بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسلمين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نوح مات من زمان. يا رب يسوع، مش معقول، مش معقول الشبه ده. يا أبانا، في حلم دايما بيتكرر عليا من بعد ما فقدت زوجتي وابني. بشوف نفسي وقدامي خبز وخمر، وبشم ريحة جميلة جدا صاعدة منهم. يا ابني، أنا شايف إن السماء عايزة تعلن لك إن ابنك وزوجتك على قيد الحياة، ولابد إن عناية الله حتدبر لقائكم. يا ريت يا أبانا، يا ريت. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. صلي من أجلي يا أبانا، صلي من أجلي. ربنا يباركك. الجرس بتاعي وتديني العروسة. لا انا خدت الهدية، انت تاخد الجرس. يلا خدي بوس. وانا كمان عايز بوس. استنونا في برنامجكم ملائكة المزود. لا 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 لا. يسوع المسيح،
العالم كله حاله كان هيكون عامل ازاي؟ احنا ما بقيناش لوحدينا، احنا بقى معانا رب المجد. فاللي حصل تغير بالنسبه للانسان. المسيح لما اتولد وقف لعنه الخطيه. بميلاد المسيح انتصرنا عن الخطيه. فرقت بالنسبه للعالم كله كاعظم حدث، عشان يقول لنا انا مستعد احل فيك وانت مش حل. www.ctvchannel.tv الآن يمكنك مشاهدة البث الحي لقناة سي تي في من خلال الموقع الإلكتروني عن طريق اختيار البث المباشر لقناة سي تي في. الآب والإب والروح القدس الإله الواحد أمين. www.ctvchannel.tv سي تي في معكم في كل مكان. يا أمير نوح، بقالك مدة كبيرة وانت على الحالة دي. مش عارف كنت ايه، بس الحلم ده بتكرر عليا كتير، مش عايز يسيبني أبدا. مش أبونا الأسقف فسرهولك؟ أيوة فانسى، ما حصلش حاجة. أنا شايف إن أعصابك تعبانة شوية اليومين دول يا أمير نوح. إيه رأيك لو تخرج تنصيد السمك من البحيرة بكرة؟ فعلا عندك حق. عموما على البحيرة فندق جميل جدا اسمه فندق الغربة، نحجز فيه ونقضي هناك يومين. الامير نوح ما كانش عنده حظ النهارده، استنى سمكة واحده بس. سمكة واحده بس. يا سيد وانا في سنك كنت بصطاد وحوش، لكن اعمل ايه؟ حظ كده مع السمك. أمي خير؟ اسمع يا فروباتير، في أمير بيزور الفندق وأنا شفته في الحديقة، أنا عايزاك يا ابني تقابله. خير يا أمي. البس يا ابني لبس الجندية واركب الحصان اللي تحت وتقدم ليه وتديله التحية. ليه يا أمي؟ ربما يا ابني يضمك لجنوده وتصبح ضابط من ضباطه. أنا أؤمن أن الله هيعطيك نعمة قدامه. امرك يا امي. انت مين امرك تركب حصان الامير؟ انت جبت اللبس ده منين؟ وايه اللي راكبك الحصان ده؟ انت مين؟ يا سيدي الامير، انا جندي وابن امير وامي ايضا اميره. ويا ترى تعرف تجيد فنون القتال؟ نعم يا مولاي. مولاي مولاي. انت مين؟ انا ام. احنا عيله صغيره، زوجي كان صياد وحوش واشرق علينا الرب بنور الايمان فاصبحنا مسيحيين، واعطاني الرب اسم سفينه واعطاه هو اسم نوح. أنا نوح، أنا نوح يا زوجتي الحبيب، أنا نوح. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. فروباتير ابني والدي، ربي وإلهي ومخلصي وفادي يا يسوع المسيح، أشكر مراحمك، أشكر محبتك، أشكر عنايتك، أشكرك يا رب أنك سمحت لي أن أعيش حتى ألتقي بزوجتي سفينة وابن الحبيب فروباتير. أشكرك يا رب لأنك جعلتني ألتقي بزوجي نوح وأطمئن عليه وأن يتعرف على ابننا فروباتير. أعطينا يا رب أن نكون أبناء صالحين لك.
أشكرك يا رب لأنك سمحت لي بعد هذه الفترة الطويلة أن ألتقي بوالدي الحبيب نوح ويتعرف علي وعلى والدتي سفينة. علمنا وارشدنا. معك لا أريد شيئا على الأرض. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. الحقيقة يا أميرة سفينة، رجوعك أنت والأمير في البتير رجع السعادة للأمير نوح ولينا كلنا. أشكرك. فعلا يا كونتيلوس عندك حق، رجوع زوجتي وابني أدخل البهجة لحياتي وللقصر بعد ما خيم عليه الحزن سنين. تسمحي لي يا سيدة الأميرة أقدم زوجتي وأولادي اللي جم مخصوص للتهنئة. وأنا أحب أتعرف عليهم. يسمح مولاي؟ خليهم يتفضلوا. زوجتي جوليانا، هيرمان، فيوباسا، كندور اخر العنود. تشرفنا، احنا سعدنا بلقائكم. الحمد لله على سلامتك يا اميره وسلامه الامير في لوباتير. ما تتصوريش وقع الخبر الحلو ده كان على قلوبنا ازاي. حقيقي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اشكر شعاركم. وانت يا هيرمان؟ يا مولاتي أنا فرحان برجوعك أنت والأمير فوباتير. أشكرك يا هيرمان، وأنا شايفة كده أنك هتكون فارس من الفرسان العظام. أنا خادم من الأمير نوح ومن رجاله. خلاص نعينك وزير. وأنت يا فيبوسا؟ السعيدة برجوع الأميرة والأمير فوباتير. دي حاجة احنا كلنا شاعرين بيها، لكن أنا قصدي لما تكبري تحبي تبقي ايه؟ أبقى زي ماما ست بيت يعني؟ وخدمة للرب. الرب معاك يا فيبوسا، داومي على الصلاة والصوم والتناول وأكيد الرب هيحقق لك كل مرادك. وانت بقى يا أخر العنقود؟ عاوز أبقى زي بابا وزيرة يعني. عال يبقى عندك اتنين وزراء. الأمير في البديل. من النهاردة أمير فلوباتير أنت قائد من القوة دي، عايزك تتدرب على فنون الحرب والقتال لتصبح قائد الجيوش. أمرك يا والدي. ها اسمح لي يا رب أن أحيا حياة الاستعداد الدائم لملاقاتك، حتى عندما أنتقل إليك أسمع صوتك الحنون: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، أدخل إلى فرح سيدك. ربي لاشتهاء أن أنطلق. وبعد نياحة الأمير نوح أصدر الوالي أوامره بتعيين القديس فيلوباتير قائدا من قواده، وذلك خلفا لوالده. ايه يا فاليريانوس، مفيش أخبار عن البربر دول؟ اطمئن، في عهد ولايتكم يا مولاي كل شيء هينتظم. سيدي الامبراطور ديسيوس، في ايه؟ رسالة من الامير ماركوس. انتصار ساحق على البربر.
شكرا للآلهة. خضيرة يا فاليريانوس. تعرفش هو دعانا للاجتماع ليه؟ يمكن يكون فيه أخبار مهمة. النهاردة أنا بزف لكم أنا الإمبراطور ديسيوس وشريكي في الحكم الإمبراطور فاليريانوس خبر انتصار جيوش روما العظمى على جيوش البربر والقضاء عليهم تماما. النهاردة أعدنا لروما مجدها العظيم. تحيا روما العظمى! تحيا روما العظمى! تحيا روما العظمى! ولقد اتخذت أنا وشريكي في الحكم الإمبراطور فاليريانوس قرار أرجو موافقتكم عليه. اجتازت روما العظمى محنة الحروب مع البربر، وقد ساعدتنا آلهتنا العظيمة في انتزاع النصر. لذلك أمرنا نحن بفتح أبواب المعابد في كل مدينة وكل بلد، كما أمرنا بعدم تواجد أي مسيحي والقضاء عليه نهائيا، وعلى كل الشعب تقديم الذبائح، وكل من يرفض تقديم الذبائح والضحية لآلهتنا العظيمة يكون محكوما عليه بالموت. الإمبراطور ديسيوس والإمبراطور فاليريانوس. وافق. أنا سعيد بقراركم الحكيم. يكتب هذا المنشور ويوزع على موثق الإمبراطورية، وترسل صورة من هذا المنشور إلى جميع أنحاء الإمبراطورية. سيدي الإمبراطور، القائد ماركوس. سيدي الإمبراطور ديسيوس. سيدي الإمبراطور فاليريانوس. السادة أعضاء مجلس الشيوخ، القائد ماركوس يقدم لكم سيف ملك البربر المهزوم دليل على ولائنا للإمبراطورية وللإمبراطور. تقدم أيها القائد. تحيا روما العظمى! تحيا روما العظمى! تحيا روما العظمى! وأحب أقدم لكم أكبر قوادي ومساعدي واللي كان سبب في النصر معايا، القائد بارتوليوس. أنا مسرور بلقائك يا ماركوريوس، فرحان قوي بكل اللي سمعته عنك. من دلوقتي أنت أحد قوادي العظماء، وأنا رأيتك إلى طبقة الأمراء. يا القائد ماركوريوس! أشكر مولاي الإمبراطور على هذه الثقة الغالية. أشكركم جميعا. كنت بصلي لك طول فترة الحرب. حقيقة يا أمي الحرب كانت صعبة قوي وقاسينا فيها كتير، ولكن الرب نصرنا. سمعت بالمنشور اللي أصدره الإمبراطور؟ سمعت يا أمي، ما تخافيش، ربنا مش هيتخلى عن أولاده. الدم يا ابني مغرق شوارع روما. الرب يجازي، يدافع عنكم وأنتم تصمتون. أنا خايفة يا ابني لو عرفوا أنك مسيحي. يا أمي لازم تعرفي أن سر انتصاري في الحرب هو تمسكي بالرب وصلاتي. في عز المعركة كنت برفع صوتي ليه، وكنت بشعر بإيده بتأيدني. ربنا معاك. ادخلوا الدار. حرام عليكم كفاية، حرام عليكم، حرام. ايه في ايه؟ ماله ده؟ سيدي القائد، العبد ده زبطناه وهو بيسرق من مطبخ سيدي. فكوك ورا. حاضر يا سيدي. تعال. حاضر يا سيدي. انت سرقت ليه؟ الجوع هديني يا سيدي. ليه؟ هو انتم ما بتدلوش ياكل؟ بنديله ثلاث وجبات كل يوم يا سيدي. امال ايه حكايتك؟ انت مش عارف ان السرقه يعاقب عليها؟ عارف يا سيدي، لكن ارجوك لا يحمى غضبك على عبدك. اتكلم، في ايه؟ دافع عن نفسك. انا صحيح عبد عندك يا سيدي، لكن ليا ام مسنه واخواتي صغار وما لهمش عائل غيري، وعايشين خارج القصر، وكنت كل يوم لما اخد نصيبي من الاكل هوشهم وارميه لهم من فوق سور القصر، والنهارده لما اديته لهم جوع وسرقت عشان اكل.
يعني عايز تفهمني انك بتحرم نفسك من الاكل عشان خاطر طعون امك واخواتك؟ عظيمه محبتك، لكن انت غلطان. غلطان يا سيدي وحرمت. كان لازم تبلغني وانا كنت هتصرف. في الحقيقه انا حبيتش اتقل عليك لاني مشغولياتك كتير. روح هات اسرتك تعيش معايا في القصر وربنا يدبر كل شيء. بارك الله فيك يا سيدي الامير، بارك الله فيك يا سيدي الامير. تفتكر ان البربر هيسكتوا على الهزيمه دي؟ طبعا لا، لاحظ ان مش هيقدروا يقوموا بحرب جديده من تاني، هنهزمهم بقوه الالهه العظيمه. ما دام عندنا قوات مخلصين زي ماركوس وماركوريوس يبقى مش ممكن للبربر هتقوم دوله ابدا. على شرف روما العظمى. ماركوس اهلا 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 يا اهلا. ايه ما وحشتكش؟ اتفضل. وحشتيني جدا جدا، بس اعمل ايه؟ الحرب؟ الحرب خلصت. استاذن انا. مين الضابط ده؟ ده القائد ماركوريوس. خليك. استاذن. خليك ما تستاذن. لونا. لونا؟ لونا بنت اختي، اجمل فتيات روما. القائد ماركوريوس. قائد صغير كده. القيادة من سني يا سيدي. لونا، اسمي لونا يا ماركوريوس. أيوة إيديسيوس. ماركوس تعالى. تعالى تعالى ماركوريوس. أرجوك يا سيدتي أنا لازم أمشي دلوقتي. ماركوريوس ما تنساش أنت في حفل الإمبراطور، ما تقدرش تنصرف، يعني أمرك للآلهة. اقعد يا ماركوريوس. انت مين؟ انا فيلوباتير ماركوريوس، ابن الامير نوح وقائد في الجيوش الامبراطوريه. انا ما شفتكش قبل كده. ما حصليش الشرف. وايه بقى حكايه ماركوريوس دي؟ الجنود اللي اطلقوا الاسم ده عليا في المعركه. ماركوريوس المنتصر. الحقيقه اللي يشوفك لازم يعجب بيك. انت مرتبط يا ماركوريوس؟ يعني بتحب؟ فعلا. وحبيبتك؟ حبيبتي ملهاش مثيل في العالم كله. ياه، اقدر اعرف اسمها؟ افضل الاحتفاظ بيه لنفسي. طيب هي من البلد؟ من روما يعني؟ يجوز. لا ده انت باين عليك غويط قوي، بس مش على لونا. أرجوك يا سيدتي، أنت عايزة إيه مني بالظبط؟ عايزاك. وأنا ما أنفعلكيش. علشان حبيبتك؟ للدرجة دي أنت مخلص لها؟ لا، عشان أنا مسيحي وديني ما بيسمحش بالعلاقات دي. مسيحي؟ أيوه. قائد من قواد الإمبراطور مسيحي؟ وأفخر إن أنا مسيحي. على العموم أيها المسيحي، لينا لقاء تاني. ماركوريوس تعال عاوزك. ماركوريوس افتكر، بإيدي ممكن أدخلك السجن، وبإيدي دي برضو ممكن أرفعك. خش اعمل عليه ماركوريوس. تعالى عاوز كمل التمرين لحد ما ارجع لك. خير. الامبراطور ديسيوس بعت طالب فرقتنا حالا، خدها. على قواد وجنود فرقه بارتيسيون الحضور فورا للانضمام إلى جيش روما العظيم لصد هجمات البربر
عند وصول هذه الرسالة الإمبراطور إسيوس. معنى الكلام ده إن إحنا لازم نتحرك حالا. بلغ الجنود وحنستعد للرحيل مع أول شعاع للشمس. أمرك مرقريوس، تقدر تروح تودع والدتك قبل ما نمشي. خلاص مسافر بالسلام. أيوه يا أمي في الفجر. أرجوك يا أمي هوني عن نفسك. الرب يكون معك. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. نصيبك هو الرب، ينجيك من فم الأسود ومن إيدين أعدائك. أرجوك يا أمي عايزة أسافر وأنا مطمن عليك. سافر يا ابني بالسلام، سافر، ربنا ينصرك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اللهم التفت إلى معونتي، يا رب أسرع وأعني ليخزى ويخجل طالبه نفسي، وليرتد إلى الخلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، ليقل في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطل. يا سيدي أنا ذاهب وتارك أمي بين يديك الحنون، احفظها يا رب من أيدي الحاقدين ومن مؤامرات الشيطان، وارفع شأن المسيحيين. أمين. ديسيوس، ترعاك الآلهة وترجع لي سالم المنصور. الإمبراطور فاليريانوس حيقوم بأعمالي أثناء غيابي في المعركة، إذا احتجت أي حاجة اطلبيها منه ما تتردديش. رافقتك السلامة. فاليريانوس، كنا جايبين في سيرتك. شكرا يا مولاي. اطمئن، كل المؤامرات الداخلية اتقضى عليها والأمن مستتب والشعب كله بيقدم الذبائح. حتى المسيحيين لازم يقدموا ذبائح ويبخروا للآلهة. حارب انت البربر وانا هحارب المسيحيين وخلص لك عليهم. شكرا يا فاليريانوس. النهارده هزيمة البربر كانت سهلة جدا يا مولاي، والنصر عليهم كان بفضل تدبيرك وخططك وبفضل قيادتك يا ماركوس انت ومرقريوس في قيادة الكتائب. بصوا يا ابطال، مع اول ضوء هندخل بالمجموعة الرابعة من هنا، رماة السهام هيكونوا مستنيين هنا، اما الفرسان بقيادتك يا مرقريوس مش هيهجموا الا بعد اول اشارة، بعد ما العدو يدفع بفرسان. خطة حكيمة يا مولاي. ودلوقتي تقدروا تروحوا ترتاحوا يا ابطال. عن اذنك يا مولاي. تفضل. الرب نوري وخلاصي من من اخاف، الرب حصن حياتي من من ارتاح، عند اقتراب الاشرار مني لياكلوا لحمي، مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا، ان نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. المجد لك يا رب. أرسلني الرب يسوع المسيح لأساعدك وأقودك للنصر، فخذ هذا السيف وحارب به البربر، وعندما تغلب تذكر الرب إله.
كده مش حلو سيد القائد. الجنود عمالين يهتفوا لمركوريوس وده معناه كبير قوي. انا اللي رفعته على راي المثل اللي بيقول تزرعه ويقلعك. لا مش هيقدر، مش هيقدر يقلعك ابدا. اديك شايف وسامع بودانك الهتاف لمركوريوس مش للامبراطور، ومش بعيد يتولى هو قياده الجيش واتركن انا. انا عايزك تطمن سيد القائد، مش هيحصل على جثتي. ايه اللي خليك متاكد كده؟ لان القائد المنتصر مركوريوس مسيح يا سيد القائد. انت بتتكلم جد؟ انا واثق من كلامي واتحمل نتيجته. اشكرك يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح على عظيم احساناتك. يا سيدي اجعل روحك القدوس يجدد طبيعتي وينزع عني الغرور وروح المجد الباطل ويثمر فيا بالمحبة. أشكرك يا مخلصي على إرسالك لي سيف الغلبة. أنا في حياتي ما شفتش راجل واحد يهزم جيش بالكامل. أنا كنت وسط الميدان بشاهد المعركة وكأني شايف شبيه الآلهة هو اللي بيحارب. كان سيفه عبارة عن نور، نور بيلف يحصد الأعداء حصد. معقول؟ بقولك أنا شجاعة زي دي عمري في حياتي ما شفت لها مثيل. لذلك قررت أنا الإمبراطور ديسيوس أن يرقى مركوريوس قائدا للجيوش الرومانية. وماركوس؟ ماركوس، ماركوس كبر خلاص. أنا عايز شباب جديد، دم جديد، شباب شجعان. شايفاك متحيز قوي لمركوريوس. ما تنسيش إن هو سبب النصر. ابعتوا هاتولي القائد مركوريوس. القائد مركوريوس. ما تتسرعش كده. والآن أيها السادة أقدم لكم الأمير مركوريوس. وقد أعلناه قائدا للجيوش. القلادة. أنا لازم أبلغ مرقس باللي حصل بالتفصيل الممل. كنت أتمنى أن أكون في المعركة بنفسي. يا مولاي كلنا كنا بنشعر بتأييدك أثناء المعركة. أنت صحيح بطل وبتعرف إزاي ترتب كلماتك. أشكرك. من دلوقتي يا مركوريوس هتحضر جنودك عشان هنخرج كلنا نقدم القرابين والبخور للآلهة العظيمة. فين مركوريوس؟ ما جاش. ليه؟ تعبان ولا حاجة؟ يا سيدي الإمبراطور اسمح لي. سيدي الإمبراطور أقول له ولا تقول له أنت؟ قول له أنت. ما تقول له أنت؟ قول له أنت. أقول له إيه في إيه؟ أيها الإمبراطور العظيم يؤسفني أبلغك إن الراجل اللي أنت اخترته وخليته من الأمراء وخليته كمان يبقى قائد جيوش الإمبراطورية العظيمة مرضاش يجي علشان ما يبخرش الآلهة. انت بتتكلم عن مين؟ عن مركوريوس ايها الامبراطور العظيم. مستحيل اصدق. لازم حصل حاجة او يمكن بينك وبينه ضغينة عشان كده عايز توقع بينا. يا سيدي الامبراطور لازم تتحقق بنفسك لان قائدك مسيحي ومش هيقدر يجي يبخر للآلهة لانه خاين. هاتولي الأمير مركوريوس. الأمير مركوريوس. مولاي الإمبراطور أرسلت في طلبي. أيوة يا أمير مركوريوس قرب. يأمرني مولاي. صحيح يا مركوريوس هتنفذ أوامري؟
مولاي أنا جندي من جنودك. عاد أنا برضو كنت واثق من كده. في حاجة يا مولاي؟ اسمع يا مرقريوس، إيه رأيك في اللي يقابل الحب والإخلاص بالجحود؟ سيد الإمبراطور، الحب يقابل حب. تمام، ولما أنت عارف كده ليه بتحرجني قدام كبار رجال الدولة وأنا اللي رأيتك ومنحتك أكبر الرتب في البلد؟ ما حصلش شيء مني يسيء لعظمة الإمبراطور. لا، عصيت أوامري وما خرجتش تبخر للآلهة اللي رفقتك في الحرب ونصرتنا. يا سيد الإمبراطور لك كرامتك، أنا ما بنكرش أنك أنت أكرمتني وأعطتني قيادة الجيوش، ولكن اعلم أيها الإمبراطور أني لم أنتصر على البربر إلا بقوة صليب ربي وإلهي يسوع المسيح. وادي القلادة اللي شرفت بيها عنقي، أخلعها عن اقتناع، لأن مجدا من العالم لا أريد. عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود. وأنا بعلن أمام كرسيك الإمبراطور العظيم، أنا مسيحي وبفخر إن أنا مسيحي. خسارة، خسارة يا مرقريوس، وأنا اللي كنت بعدك تاخد مكاني في يوم من الأيام. يا سيدي الإمبراطور، باطل الأباطيل، الكل باطل، ولا منفعة تحت الشمس. تعجبني شجاعتك أيها القائد، لكن أنا اتهيالي إنك ممكن تغير موقفك شوية، فحسيبك ترتاح وتفكر حبة. ما تتعبش نفسك، مفيش أي حاجة في الدنيا هتبعدني أو هتفصلني عن محبة المسيح. أنت مش عاوز تتعبني وأنا مش هتعب نفسي، وما دام أنت بقى مصمم على عنادك خلاص. حرس، خدوا راجل الكرامة والشهامة وارموه جوه السجن عشان يدوه مرارة الذل والهوان. يلا يا مرقريوس. القائد مرقس بالبيت، خليه يدخل. بقالنا مدة ما شفناكش يا مرقس، ايه هيلين منعاك عنا ولا ابتديت تحبها؟ ديانا يا حبيبتي يا مولاتي، لا هيلين ولا كل نساء العالم يشغلوني عنك. كلام وبس، امال ايه اللي خلاك تبعد عنك المدة دي؟ يا مولاتي يا حبيبتي، انا ما يبعدنيش عنك الا الموت. مرقس، نسيت ايامنا الجميلة؟ مش حنسى يا مولاتي، مش حنسى أيامنا الجميلة، ومش حنسى كمان إن الإمبراطور بتاعك سرقك مني. الإمبراطور في وادي وأنا في وادي تاني، كنت فاكرة إني لما رفعت القائد للجيش إنك هتكون جنبي، لكن يظهر إن جوازك من هيلين نساك الدنيا بحالها. أبداً، هيلين يا مولاتي مجرد زوجة، لكن إنتي، إنتي الحبيبة. ماركوس، صلوا معي يا أبنائي لأجل فلوباتير مرقريوس ليرفع الله عنها هذه الكأس. يا إخواتي، أنا هيلين أختكم في المسيح زوجة القائد مرقس، لي نفوذ في قصر الوالي وأقدر أساعد فلوباتير. لا يا ابنتي، نحن علينا فقط أن نرفع الصلاة، مش عايزينك تعرضي نفسك للخطر. يا أبتي، أنا أقصد يكفينا أنك بتبلغين أخباره وعمل الله معه. إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت، فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإسم باطل. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك واهدني إلى عدلك وعلمني
لأنك أنت هو الله مخلصي. افرح أيها الحبيب في الوتير، ولا تخشى من زلات هذا الطاغية، وثق بالرب يسوع المسيح الذي جهرت به، لأنه قوي وسيخلصك من جميع شدائدك. أنا مش مصدق، وبصراحة أنا حزين على مرقريوس. مش هو ده البطل اللي قعدت تمدح فيه؟ هو من حيث البطولة بطل، وهو سبب النصر، أما حكاية مسيحي دي فمش دخلان دماغ. اسمح لي يا سيدي الإمبراطور، لونا سمعته أكتر من مرة بيردد إنه مسيحي. وسمعته فين بنت أختك؟ تعالي هنا. إيه اللي سمعتيه وسمعتيه فين؟ يوم حفل الانتصار الأول يا مولاي عرفني به القائد ماركوس، لأنه كان واقف زي الغريب، يعني حبيت أزيل عنه غربته وشعره بالألفة، لكنه رفض أنه يتكلم معايا، ولما سألته ليه قال لي عشان أنا مسيحي. كده؟ يعني حتى قبل ما يسافر معايا وبعد ما سمع المنشور اللي أنا نشرته؟ ابعتوا هاتولي السجين مرقريوس. فكوا قيوده. لسه برضو مصمم على موقفك يا مرقريوس؟ يا سيدي الإمبراطور، أنا لا أنكر إكرامك الجزيل علي، لكن أي محاولة تحاول تفصلني بين مسيحي وإلهي مش هتجيب معايا أي نتيجة، لأني مسيحي ولا أخاف العذاب ولا أخاف الموت في سبيل ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. طب روح يا مرقريوس، ارفع البخور علشان خاطري إكراما للآلهة. وعلى فكرة أنا بوعدك إنك هتكون تاني واحد في المملكة، وحجوزك بنت من بنات أخت الإمبراطورة. آلهتك أصنام فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. أخلص! يعني تقصد إن إحنا أصنام؟ أنا حسامحك في دي كمان، وعشان تعرف إن أنا بحبك مش عايز أجبرك تسجد للآلهة. كل اللي أنا برجوه يا مرقريوس إنك تنسى حكاية مسيحك دي خالص. العذاب على اسم يسوع المسيح شرف لي. مرقريوس، آخر مرة بديلك فرصة للرجوع. أنا لا أخاف تهديدك، لأني سأنتصر عليك بقوة الإله، وسأفضح إبليس أبيك الذي مصدر لكل الشرور. خذوه، يجلد بكرابيك حتى الموت. يا مرقريوس، ربي وإلهي يسوع المسيح، أسرع أسرع إلى معونته. عزبوه ولعوا النار تحت رجليه، وأي واحد من الحرس هيبلغني إنه مات حرقيه، فاهمين؟ لازم يجي واحد يقول لي مرقريوس مات مات. السلام لك أيها المجاهد المثابر الغالب، تقوى فإن الرب يعضدك ويقويك لكي تغلب هذا الملك وتفتحه هو وأوثانه. لا تخف من عذابك، لأنك بعد زمان قليل ستنعم بملكوت السماوات في أورشليم السمائية مدينة الأطهار. ايه
ترى مش عارفين مرقريوس حصل له ايه؟ تلاقيه مات وشبع موت. سيدي الامبراطور، حصلت حاجه غريبه امبارح بعد ما سبت الساعه انت وضيوفك. ايه اللي حصل؟ اتكلم. الامير مرقريوس ماله؟ مات خلاص؟ ابدا، شوفي تماما. ازاي؟ ظهر نور شديد، بصينا لقينا المسجون كانه ما حصلوش اي حاجه. انت مجنون؟ لا عايزك تيجي تقول انه مات. مات مات. هذا ساحر يا مولاي. اكيد ساحر. طبعا هتقول المسيح هو اللي شفاك. نعم، ربي وإلهي يسوع المسيح هو اللي شفاني. المسيح هو اللي شفاك ولا سحرك يا مرقريوس؟ عموما هنشوف لما لحمك يتشوي بأسياخ الحديد ويكلدوك ويعلقوك على شجرة. بالمقلوب. افعل ما تريد أيها الإمبراطور، تليك سلطان على جسدي فقط، أما روحي ونفسي فهي ملك ربي. روحي ونفسي هما ملك ربي. شوية كمان وحيموت. بقاله على كده قد ايه؟ بقاله حوالي 10 ساعات. مش ممكن في انسان يتحمل كده. ما تنسيش يا مولاتي انه لسه شاب وجسمه قوي. خسارة نضيع وقتنا معاه. فعلا. الى اللقاء فلوباتير مرقريوس. ايه مالك؟ مش عارف اذا كنت غلطان في مساله مرقريوس دي ولا لا. يا مولاي انت عمرك ما اتخذت قرار غلط، ثم انت اديت له كل الفرص. ايوه، بس ده قائد الجيش بتاعي اللي حقق لي النصر، وانا اكافئه بان اقبض عليه وارميه بنفسي في السجن واعذبه العذاب ده كله. يا مولاي هو اللي كافئ نفسه برفضه لاوامرك للتبخير لالهتنا واحتقاره ليها. عندك حق، عندك حق، بس انا برضو انا هريحك. ايه عندك اقتراح؟ عندي. قولهولي بسرعه. لونا. لونا؟ لونا مفيش غيرها. ولونا دخلها ايه بالموضوع؟ مش بيقولوا يا مولاي فتش عن المراه؟ فتش عن المراه؟ وضحي، انا مش فاهم حاجه. هتشوف يا مولاي، ابعتها له ومش هتندم. اتحرك، في ضيوف عايزين. اتحرك. انت مين؟ انا لونا يا مرقريوس. لونا مش فاكرني؟ لونا مين؟ لونا اللي حافظت على سرك وما رضيتش توشي بيك عند الامبراطور رغم انك تجاهلت حبه. وانت انت يا مرقريوس اللي وشيت بنفسك؟ لونا. افتكرت. ليه عملت في نفسك كده؟ عملت ايه؟ يعني انا اقصد ان انت ممكن كنت تبقى الرجل التاني في المملكه، وبعد موت الامبراطور كنت هتجلس على عرش روما العظيم، وانا كمان انا كنت هجلس جنبك. ساعتها كنت هتعلن ايمانك ومحدش يقدر يمنعك. من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. مين ده؟ فلوباتير قائد جيوش الامبراطوريه. ومين ابوه في السماء؟ أنا على استعداد إني أتوسط لك عند الإمبراطور، وأنا عارف إنه بيحبك، بس لازم تبخل للآلهة. يا أختي، آلهتك أنت والإمبراطور حجارة صماء لا بتسمع ولا بتتكلم، لكن إلهي
إله حي. وهو فين إلهك ده؟ وما أنقذكش ليه من العذاب اللي أنت فيه؟ ما دمت بتقول إنه حي. مبارك يا مرقريوس حبيب الرب، من أجل إيمانك وتمسكك بالرب الذي أرسلني إليك لأمسح جروحك. قوم معافى باسم المسيح. ربي وإلهي يسوع المسيح أراد أن يضمك لقضية، سمح لك أنك تشوفي قوته وبهاء مجده. اذهبي الآن، اذهبي الآن إلى أسقف مدينتنا لتنالي العماد على اسم يسوع المسيح، وأعلني إيمانك، ولا تخافي من الذين يقتلون الجسد. أنا مسيحية يا مرقريوس. أيوة سرحان في ايه يا مولاي؟ ادي امر للجنود يبعتوا يجيبوا لي حارس السجن. اوامرك يا مولاي. الأميرة لونا جاتني وادتني امركم المختوم بالختم الامبراطوري، فنزلتها للسجين، وفجأة حصلت زلزلة وشفنا نور عظيم. الرسالة وقعت من ايدي ولقيت الأميرة عمالة تصرخ وتقول انا مسيحية، انا مسيحية، انا مسيحية. وايه كمان يا أدريانوس؟ وبصيت على السجين لقيته واقف على رجليه وشوفي تماما. الظاهر انهم سحروك انت كمان. لا يا مولاي، ده مش سحر، انا شفت النور، شفت النور الحقيقي اللي عشت طول عمري اتمنى اشوفه، النور اللي نور قلبي وعقلي. انا مسيحي يا مولاي، وإله المسيحيين هو الإله اللي هعبده. يسوع المسيح هو الإله الحق. أنا المرة دي هحرقه بإيدي وهحرقك أنت كمان. خلاص يا مولاي، المرة دي مش هيفلت من إيدي. اشعلوا النيران. النار جاهزة يا مولاي. هاتها. راضي هولع على فيك بنفسي يا مرقريوس. ايدك سليم ومعاف تماما. انت ظابط مجنون، ابعت حاطه لما نشوف اخرتها معاه. امرك يا مولاي. في ايه؟ مرقريوس مات وريحنا. مات ايه انت الاخرى؟ ده صحي وبقى معافى وسليم. مش معقول معافى سليم؟ تعال تعال لما نشوف ايه حكايتك. احنا ايه مش هنخلص؟ احسن شيء يا مولاي انك تؤمر بقطع راسه. مرقريوس انا بحبك، والاخر مره هطلب منك التبخير للالهه. ملعون انت والهتك. مرقريوس انت بتسبني انا والالهه؟ يبقى خلاص خلاص يا مرقريوس، لحظتك جه ميعادها.
بأمر من الإمبراطور يؤخذ ماركوريوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري يؤخذ إلى قيصرية الكبدوك وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور تاسيوس يؤخذ ماركوريوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض تبخير آلهتنا واعتنق دين النصري يؤخذ إلى قيصرية الكبدوك وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور تاسيوس. أرجوك امهلني لحظة. إليك يا رب رفعت صلاتي، اغفر لي خطاياي الكثيرة وتقبل روحي. يا حبيبي ماركوريوس، قد صعدت صلواتك وطلباتك إلي، فتعال الآن لتستريح مع الأبرار، لأنك جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان. ودي حكايتي أيها المحبوب كاسيوس، قم الآن وتمم مهمتك. وسيدي الوثني اللي بشتغل عنده هعمل فيه إيه؟ سترى، قم ولا تتوانى. وهكذا فعل كاسيوس كما أمره القديس وأخرج الجسد. كاسيوس بيحفر طول الليل جنب السور. بيحفر ايه؟ ومين عمل ده؟ حد لازم يتحفر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ حفار القبور، وايه اللي انت بتطلعه ده؟ سيدي، ده جسد الشهيد فيلوباتير. فيلوباتير؟ مين فيلوباتير ده؟ ده شهيد الرب يا سيدي. اي رب؟ انت يظهر عليك اتجننت. اي ايدي والدي، ارحمني ايها الشهيد، ارحمني، مش عارف احرك ايدي، ارحمني. والدي، اشكرك ايها القديس واشكر الهك. طباك أيها القديس الشهيد العظيم فيلوباتير، أمنت إن دينك على حق، أرجوك ارحم أمي ورجع لها نظرها. سلام لك يا فيرينيا. مين انت؟ مين؟ انا فيلوباتير ماركوريوس ابو سيفين، شهيد ربنا يسوع المسيح. ارسلني الرب لك من اجل ايمان ابنتك وزوجك وطلبهم شفاء، وها انت قد شفيتي، فاذهبي الان انت وعائلتك الى اسقف المدينه لنوال نعمه المعموديه على اسم ربنا يسوع المسيح، وابلغي زوجك أن يبني لي بيعة على اسمي ويضع جسدي فيها.